التسعة مع نبيل عبيد. جد تحية لكل مستمعينا، مرحبا بكم التوينس الكل اللي اختاروا موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مش يبدأوا نهارهم في يوم سعيد، متواصل معاكم حتى للتسعة متاع الصباح. في الوقت هذايا يجي ضيفنا ينورنا في الأستوديو، أستوديو نبيل بن زكريا الله يرحمه. اليوم ضيف الماتينال هو سي عبد المجيد بالطيب، هو الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير. صباح النور. شكرا أخت نبيلة، كذلك رحب بالسادة المستمعين ومشاهدين الإذاعة الوطنية وعلى زمتكم اليوم في الحصة الصباحية. مرحبا بك، انت جيتنا متغشش شوية من الأول، مش نحطوا الحكاية في إطارها، لأنه نحن نهار 25 جويليا كنا استضفنا مدير البيئة وجودة الحياة في وزارة البيئة، وكان حديثنا حول البيئة والأوساخ والنظافة. فمن بين اللي تقال في آخر اللقاء أنه في قصيبة المديوني على أثر روبورتاج قامت به التلفزة الوطنية، زملائنا في التلفزة الوطنية، أثر نقوع الأسماك، ففي الروبورتاج تم توجيه أصبع الاتهام للديوان الوطني للتطهير، وهذه مش المرة الأولى في أكثر من مناسبة. يقولوا اللي لوناس تصب في الماء المسخ في البحور، في البحار متاعنا، السواحل متاعنا، بما في ذلك الضاحية الجنوبية. فأنت وقتها طلبت حق الرد، ونحن سعداء جدا أنه مش حق الرد راه اليوم استضافة، لأنه مع التوينسة يزمنا نفهموا 3000 عامل في الديوان الوطني للتطهير شنو المجهودات اللي قموا بهم. الديوان اللي هي مؤسسة عمومية عندها صبغة صناعية وتجارية أيضا، واللي تم إحداثها منذ سنة 1974. شو قاعدة تعمل اليوم؟ التصرف في قطاع التطهير والصرف الصحي هي مهمتها الرسمية، لكن عام 1993 عرف الديوان نقلة من متصرف في المياه المستعملة ولا متدخل رئيسي لحماية المحيط والبيئة متاعنا، خاصة المحيط المائي ومقاومة مصادر التلوث. اليوم سي عبد المجيد، الديوان الوطني للتطهير، المؤسسة هذه شنو مهامها، شنو صلاحياتها؟ شكرا بالإجابة. قلت لك حبيت ناخذ من الأسبوع الفارط 25 جويلية حق الرد للتوضيح. الديوان الوطني للتطهير راهو ينتج ولا يتصرف ولا يقع قبول المياه المستعملة معالجتها ثم إلقاؤها في المحيط المتلقي. دونك الديوان لا ينتج أوساخ، يعالج لا ينتج، موجود ذات بشرية باش ينتج، يعالج ذات معنوية. بالنسبة للديوان السنة يحتفل بالخمسينية متاعه. كل عام وانتم حيين بخير. شكرا. كذلك من خلالك نتوجه، من خلال البرنامج هذا نتوجه بالتحية لسواعد الديوان، أبناء ديوان في كامل طرف الجمهورية. الديوان راهو عمل متواصل ليل بالنهار كامل أيام الأسبوع 7 على 7، يعني البعض منهم يتواصل العمل حتى في 12 ساعة مباشرة على مواصلة العمل لإرضاء ولا لساتيسفاكسيون تاع الكليون اللي هو لابوني. هذا إسانسيالمون دور الديوان. في هذا شنو دور الديوان؟ دور الديوان هو دراسات، إنجاز دراسات لصالح إنجاز أشغال أو محطات تطهير لصالح الجماعة المحلية. الديوان كذلك يقوم بإنجاز الأشغال، الديوان يقوم بتجميع المياه المستعملة، تحويلها عبر شبكات ولا منظومات تحويل ومحطات ضخ إلى محطات تطهير، أين يقع معالجتها ثم يقع القاؤها في المحيط المتلقي. اليوم في الديوان الوطني للتطهير عندنا 127 محطة تطهير، شبكات تفوق 18000 كيلومتر شبكات، تفوق 800 محطة ضخ. الديوان اليوم فيه 3000 عوض، يعني كيفاش نجم نعبر عليه، هي سعى الرضا ولا الهدف منه ديواني ومعالجة المياه المستعملة وإسداء الخدمات للمواطنين. نعم، في إطار معالجة المياه المستعملة وإسداء الخدمات للمواطنين، شبكة التطهير في بلادنا هل هي كاملة؟ لأنه فما برشا مناطق ما توصلهاش الشبكة هذه. نحن عندنا في تونس 197 بلدية تتعامل معاكم مع الديوان من جملة 350 بلدية أخرى، يعني الشبكة متاعنا تاع الديوان لا تغطي كامل تراب الجمهورية. صحيح، الديوان اليوم يتدخل في 197 بلدية من جملة 350 بلدية. اليوم تراب التونسي كل تراب بلدي، إذا فما 153 بلدية
غير مجهز، ما نقولش غير مجهز، نجم تكون مجهزه جزئيا بشبكات تطهير لكنها غير متبنات من طرف الديوان الوطني للتطهير. علاش غير متبنات؟ هل ينقصنا امكانيات لتمتيد الشبكه نتاعنا والا وين الاشكال؟ تتطلب استثمارات ضخمه لانجاز جميع المكونات على غرار محطه تطهير، شبكه تحويل وغيرها. اليوم نقول لك من جمله الاستثمارات المنجزه في 197 من البلديه تعادل او تفوق حوالي 3.5 مليار من 1000 مليار، يعني دينار تونسي. بقيه ال 153 الكلفه نتاعها اغلى، الكلفه نتاعها اكثر من كلفه التدخل في 197 بلديه. تشتت لاعتبار التشتت الموجود في التجمعات هذه، مش تجمعات ذات كثافه عاليه متشتت، تتطلب عديد محطات الضخ، تتطلب تمديد في الشبكات وغيرها، وهذا يقع درجة ضمن مخططات تنموية. اليوم عندنا تقريبا 5 بلديات خلال المخطط هذا 25 في طور التبني بتاعها. باهي، كي نقولوا استثمارات ضخمة، هنا اللي يسمع فينا المواطن يعلق ويقول نحن في فاتورة الماء فما نسبة كبيرة تمشي للتطهير، ديوان التطهير تمشي للديوان مباشرة النسبة هذية. ثم مؤخرا مثلا جمعتين تالي رئيس الجمهورية وافق على قرض لفائدة ديوان التطهير، قرض من البنك الإفريقي بأكثر من 278 مليون دينار لفائدة ديوان التطهير. أيضا فما اتفاقيات شراكة تم توقيعها مع مجموعة من الأطراف. هل هذا لا يكفي أن نمدوا في الشبكة متاعنا ونقوموا بالصيانة متاعها؟ نرجع للقرض الأخير اللي أشر عليه السيد رئيس الجمهورية في 82 مليون دينار، يتعلق اساسا بتاهيل محطات تطهير متواجده 19 محطه، توسعه والتاهيل نتاعها. شوف الكلفه قد ايه، 19 محطه ب 82 مليون دينار مليون اورو لتاهيل محطات هذه. كذلك تم ابرام موفى شهر جوان قرض مع الوكاله الفرنسيه للتنميه للتدخل في الاحياء الشعبيه. نعم. حوالي 276 مليون دينار. يعني استثمارات ضخمة تتطلب لإنجاز تمديد الشبكة وإنجاز محطات تطهير. يعني هاي زمنا برشا فلوس. هذا قاعدين نعمل عليه توا، هي في إطار مخططات القادمة إدراج تدخل في بلديات اللي ما زالت لم يشملها التطهير. وعندنا عديد ما يعبر عنه الدركات دي فينانسمون للبحث على التمويلات لإنجاز محطة تطهير أو تمديد في الشبكة على غرار مدينة قصيبة محطة تطهير صيادة لمطة بحجر. صيادة لمطة بحجر هذه تم في شأنها إعداد دراسة سنة 2008 وعرضها على المجتمع المدني. اليوم كل مشروع فيه تمويل أجنبي حتى تمويل تونسي يقع في عرضه على المجتمع المدني في إطار شراكة مع المجتمع المدني لإبداء الرأي في ذلك. تشقال المجتمع المدني في 2012 تقريبا تم عقد جلسة مع المجتمع المدني في مدينة العلوم في المستير، كنت حاضر فيها. فما اعتراف من المواطنين لإنجاز محطة التطهير في الموقع الحالي وتحويلها إلى اليابسة لقربها من شاطئ سيارة لمطة أبو حجر اللي هو يعتبر متنفس معقول الشرعي ومعقول الطلب بتاع المواطنين. في شأن ذلك تم إعداد دراسات جديدة أفضت إلى إنجاز شبكات تحويل إبقاء على محطة تطهير سيد لمطة بحجر كمحطة ضخ رئيسية وتحويل مياه المستعملة الكل إلى محطة تطهير بالفرينة. باهي، مش نحن نفهموا معكم لأنه اللي يسمع ربما ما عندوش فكرة شنو معناها محطة تطهير، كيفاش تعمل المحطة هذه؟ عندنا 127 محطة تطهير، كيفاش تعمل المحطة نتاع التطهير؟ ثم من بعد لتم المعالجة والتطهير والشبكات نتاع الديوان بصفة عامة، كيفاش يتم استغلال المياه المعالجة؟ وهل يمكن في إطار الدراسات أن نشوف طرق أخرى للتخلص منها عوضا على أنها تمشي نحو البحر أو نحو البديان؟ كيفاش تصير العملية؟ بسط هنا، فسر هنا. اسم العليك محطة تطهير هي فصل المياه المستعملة، يعني إسانسيالمون فصل المياه عن الحمأة. تولي مياه ذات جودة عالية باعتبار ما قبل دخول المحطة كانت مياه مستعملة
يعني خلطة ما بين الماء والحمأة، يقع فصل الماء على الحمأة، المياه يقع استعمالها لأغراض في الوقت هذاك، كنشوف وضعية بتاع الوقت هذا توا، فماش وضعية شح الماء، حتى النصوص القانونية اللي موجودة إلقاءها بالمحيط المتلقي مع احترام مواصفات السكن. المحيط المتلقي ينجم يكون بحر، ينجم يكون واد، نجم تكون صخرة. هذا فيما يتعلق بالماء. الحمأة يمكن يعاد استعمالها لأغراض أخرى كما شنو؟ ككومبوستاج، ك يمكن من خلالها إنتاج كومبوستاج أو إنرجي، يعني طاقة ذات طاقة عالية. توا حاليا في الوقت هذا توا بعض الوحدات الصناعية على غرار معامل الإسمنت أو معامل ياجور يقع سبستيتيون بارابور للغازوال ولا للضوء. حمأة يتم استغلالها لإنتاج أي، بالتالي تساعد على تساعد في الدورة الاقتصادية بالنسبة للمصانع. هذا ما يسمى بالمعالجة الثلاثية. المعالجة الثلاثية دخلت حديثا سنة 2019، تم برنامج للتخلي ولا الانتقال لحنا نحو المعالجة ذات مردودية عالية اللي هي المعالجة الثلاثية. المعالجة الثلاثية من خلالها يقع القضاء على البكتيريولوجي، هي اللي تنضاف عليها تصبح مياه اسانسيالمون البكتيريولوجي والفيروس وكل، تصبح مياه ذات جودة عالية باعتبار المعالجة الثانوية اللي كانت تصير قبل. باهي، عندنا في تونس مجموعة من نقاط الزرقاء تسميوها انتوما على مستوى تونس الكبرى وألا في ولاية الجمهورية، نحدوها مع بعضنا نقاط زرقاء، وهل أنه فما استراتيجية لمعالجة هذه النقاط؟ وين تعتبر الناس اللي عندنا نقاط زرقاء لنا أساس نحدو؟ هي كي نقول نقاط زرقاء تتعلق بالمياه، النقاط زرقاء تتعلق بالمياه الأمطار أكثر منها المياه المستعملة. تونس الكبرى اليوم تقريبا الأربع ولايات ينتجوا، كي نقول الإنتاج الوطني اليوم حوالي 293 مليون متر مكعب من المياه المعالجة. تونس الكبرى اليوم تنتج حوالي 45% من الكمية هذه، حوالي يعني 140 مليون 145 مليون متر مكعب من المياه المعالجة تنتجها تونس الكبرى. صحيح تقول لي تونس الكبرى المياه نسبة كبيرة وين قاعدة تمشي تو؟ اليوم أغلبها قاعد يمشي للبحر، أغلبها هي شطرانها الشرقية، تونس الشمالية، الضاحية الجنوبية، كل قاعد ماشي للبحر. اللي عملنا عليه واللي انطلقنا فيه بالتنسيق مع وزارة الفلاحة كان متدخل رئيسي كذلك، إعادة استعمال المياه اليوم في وضعية اليوم الشح المائي، إعادة استعمال المياه المعالجة هذه لأغراض أخرى غير سكبها بالمحيط المتلقي اللي هو البحر أو الواد، على غرار تحويل المياه المعالجة هذه الكمية هذه الكبرى في تونس الكبرى إلى داخل الجمهورية داخل اليابسة وإعادة استعمالها لأغراض فلاحية. اليوم نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة بالنسبة للديوان الوطني للتطهير في حدود 20% تقريبا، نسبة ضعيفة دون المأمول. تقريبا نسبة لإعادة استعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي لا تتجاوز 8%. نسبة إعادة استعمال المياه المعالجة في المجال أكثر نسبة هي في مجال السياحي، ملاعب الساولجين كنا نجم نعبر عليها تستعمل المياه المعالجة، ثم بعض منها يقع استعمالها في تغذية المائدة المائية. كذلك اليوم دخلنا في تجربة جديدة لإعادة استعمال المياه المعالجة في المجال الصناعي. اليوم في الوضعية في جابس، كما نقول جابس نقول الفوسفوجيبس وغيره، واستهلاك كثير للمياه من المائدة الجوفية كمية كبيرة، يقع استعمالها للتنظيف ولا الفوسفات قبل
إعادة تحويله. يعني إذا فهمت كلامك بالكدا إن شاء الله في المستقبل ما عادش مش يكون فما النسبة الكبيرة هذه من المياه المعالجة اللي نرميوها في البحر مش يتم استغلالها بطريقة أخرى. هذا اللي قاعدين نعملوا عليه اليوم دراسات. عديد المولين أعربوا عن استعدادهم لتمويل هذه الأشغال اللي هي ضخمة نوعا ما. وإن شاء الله يوفقنا ربي للتحول حول إعادة استعمال المياه المعالجة في مجالات أخرى غير سكبة في البحر. أنتم في العادة تخدموا على امتداد عام كامل، ربما هذه الناس اللي ما يعرفوهش المواطنين، أنه عندكم استراتيجيات وبرامج عمل متواصلة على امتداد السنة ديما قبل موسم الصيف، فما مجموعة من البرامج، وقبل موسم الخريف كيف كيف. ناخذ منك فكرة على البرامج هذه الممتدة على سنة كاملة، وكيفاش يتم توزيعها على كم التراب الجمهورية، هل توزع على كم التراب الجمهورية ساعة ولا لا، ثم كيفاش يتم العمل؟ هي نرجع المجلس الوزاري السابق سنة 2003 تم إقرار تدخل استثنائي بما يتعلق بالأودية يوم 54 واد موزعين على 9 ولايات، كذلك أحواض تجميع 100 أمتار، 31 حوض تجميع 100 أمتار بتونس الكبرى. إذن يقع جهرها قبل موسم الأمتار لتستوعب كمية الأمتار، ثم تدخل ثاني يكون بعد موسم الأمطار استعداد الموسم الصيفي لتقليص الإزعاج بالنسبة للمواطنين هذه. هذا بصفة عامة تدخل استثنائي في استعدادا لموسم الأمطار. كذلك في إطار اللجنة الوطنية ولا اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث والنجدة يدخل الديوان تحت إشراف الولاية المعنية ويضع إمكانياته تحت اللجنة هذه. باهي، كي انتم تعملوا البرامج هذيا معناها ديما نقص على كلامك بالعسل لانه مش نتفاعل معاك ومش نفهموا زادا مع بعضنا. قبل موسم الصيف انتم تخدموا، وقبل موسم الخريف انتم تخدموا، لكن رغم هذيا اول ما تصب الامطار تصير فيضانات. واذا مش نحدوا تونس الكبرى تحديدا هي من اكثر الولايات اللي تتضرر، اضافه بالطبيعه وين ما فما وديان وكل. وفي الصيف رغم اللي تقوموا بالعملية متاع الجهر والتنظيف وكل، ورغم هذاك المواطن ديما يشكي من الأوساخ والناموس والتراكم متاع نشوف الوضعية. الشبكة المصممة هما فما تقريبا هما ثلاثة أنواع محصورة في زوز أنواع من الشبكة. شبكة منفصلة مياه مستعملة وحدها ومياه الأمطار وحدها، أو شبكة مزدوجة يونيتير تجمع المياه المستعمل ومياه الأمطار. إذن تونس في الوقت هذاك وقت انطلقت عام 74 انطلقنا في شبكة منفصلة، شبكة مياه مستعملة، استيعاب المياه المستعملة وتحويلها، شبكة تصريف مياه الأمطار وحدها منفصلة وترجع بالنظر للجماعة المحلية. الإشكال يصير في موسم الأمطار اليوم كيف نقول كمواطن تونسي يقع ربط مياه السطوح تقريبا كلها مربوطة بالشبكة العمومية لتصريف مياه مستعمل. كذلك داخل الجنينة ولا الجردة ولا السباسيو اللي موجود لداخل كله يقع ربطه على شبكة تصريف مياه مستعمل. وبالتالي باش نعبي الكاس يلفا دي بوردي، ما قاعد جايب زي الكاس دونك يلفا دي بوردي. يشوفوا في وقت الأمطار يتخلط النابل بالحابل أنه تولي الرقارة هي اللي تضيع تخرج في الماء، وصل في ساتوراسيون دونك ما عادش نجم تعدي الريزو. هذه هي الإشكاليات الموجودة نتعرضوا لها في موسم الشتوي. هل لأنه قنواتنا ضيقت بالأوساخ يلزم نبدلوا الشبكة فما أونتروتيان يصير قلت لك شبكة منفصلة. إيه ما يلزم حلول على خاطر فما ناس تموت في الفيضانات، فما أضرار كبيرة تصير. قلت لك توجهنا نحو شبكة تصريف مياه مستعملة لوحدها، مياه الأمطار لوحدها. مياه الأمطار ترجع بالنظر خصوصا هي للجماعة المحلية، هي البلدية، تجهيز المنطقة البلدية بشبكة للتصريف مياه الأمطار. أما الكلفة أمام الكلفة البعضة، أغلب البلديات اليوم تقريبا بلدياتنا أغلبها تفتقر إلى شبكات تصريف مياه الأمطار. الحلول حسب دراساتكم سي عبد المجيد، تو نحن شخصنا الوضع وفهمنا، هذم إشكاليات قديمة جديدة ومش تقعد متواصلة،
المجهودات نتاع 3000 عون في الديوان الوطني للتطهير ما تشكوش فيها. تبقى الاشكاليه الكبيره هي الفلوس، قلت الفلوس، امام قلت الفلوس شنو نجمو نعملو كحلول بديله؟ المواطن كيفاش ينجم يكون شريك؟ البلديه كيفاش يلزمها تكون شريك؟ الاطراف الكل كيفاش يلزمها تتدخل؟ اليوم وانتم تقوموا بالدراسات والاستراتيجيات على امتداد 5 سنين القدام، كيفاش نجمو نلقاو بلاد على غرار البلاد المتقدمه لا تعاني في الصيف ولا تغرق في الامطار في الشتاء؟ شنو نعملو؟ صحيح، الباب هذايا الديوان تكفل بهذه الدراسه شملت تقريبا 3 متدخلين رئيسيين اللي هي وزارة البيع، وزارة التجهيز، ووزارة الداخلية. في مخرجات الدراسة في الآخر بكل تقريبا 3 فرضيات، والفرضية اللي توجدت لها تقريبا بالإجماع هي بعث هيكل يعنى بتصريف مياه الأمطار على غرار الديوان الوطني للتطهير. وهمتوا رئيسية تبقى مياه الأمطار. هيكل من نوع؟ خاطر نقول لك انا هنا كيف مش نبعث هيكل على غرار الديوان الوطني للتطهير؟ فالديوان الوطني للتطهير شنو مهمته تولي؟ علاش هيكل اخر في صلب ديجا مؤسسه موجوده؟ يتلهي كان بمياه الامطار. مياه الامطار. ويتلهي على انا اساس الهيكل هذايا في شكل شنو؟ خبراء، لجنه، مؤسسه. مؤسسه. تو نحن نشكيو من الفلوس مش نزيدوا نخلقوا مؤسسه اخرى فيها نستخدموا. مؤسسه نجم تكون موجوده مؤسسه تدخل جميع المتدخلين اللي في وسطها. فما يونيتي صغيره تلقاها في البلديه. تلتحق بالهيكل هذا، كذلك فما إدارة المياه العمرانية في وزارة التجهيز، يتلموا هذوما كل في هيكل واحد، ويقع تدعيمهم والتدخل وإنجاز دراسات استراتيجية لتجهيز البلديات كذلك بشبكات لتصريف مياه الأمطار. اليوم نلقاو التجهيز تتدخل ولا الفلاحة تتدخل في المناطق البعيدة نوعا ما من خلال إنجاز السدود أو البحيرات الجبلية. معناتها بول انترسبتي هذا التدخل الأولي. في التدخل اللي بعده نلقاو إدارة المياه العمرانية، حماية المدن من الفيضانات، سنتور على المدينة. تدخل ثالث فقط داخل المدينة، شكون يدخل؟ اليوم كيف تقول بلدية؟ بلدية بتعبير بلديات ما نقولش تعبير، ما تعوز الإمكانيات. بالضبط. تعوز الإمكانيات. لماذا يقع هيك بعث هيكل يعنى بتصريف مياه الامطار داخل مناطق البلديه؟ الاقتراح هذا قدمتوه انتم في اطار شنو؟ قانون مشروع دراسه اليوم باش تقع عرضه على المجلس الوزاري. بعثوا لي مشروع قانون واضح في اطار تفاعل مستمعينا مع اللي قاعدين نقولوا فيه. سي هشام اسماعيل يقول لك تنجمش تقولنا قديش قطر انابيب لوناس هكاك تنجموا نفهموا الاشكال؟ تتراوح قطر انابيب لوناس تتراوح من 160 الى نقول لك 2000 ملم، يعني 160 ملم الى 2000 ملم، يعني كل حي ولا كل مجموعه حي ضيق تحط كوندويت صغيره ديامتر تاعها. قد ما تكبر المدينه في الاخر في وسط تونس باش تلقى دي كوندويت ديامتر 2000 وما اكثر. باهي، منذ احداث لوناس لليوم من 1974 لليوم، عمليه الصيانه لهذه الانابيب او تجديدها شكون يقوم بها؟ لانه هي زاده يلزمها فلوس. كلفة بعضها. صحيح. كلفة بعضها، لانه المدينه عام 74 مش المدينه عام 2024. كلفة بعضها. بالتالي الديوان يتدخل ومسؤولياته لتهذيب الشبكه كل ما امكن له. كذلك يتدخل هذاك بالزاميه. الالزاميه يتدخل لاصلاح الاعطاب ان وجدت. ونلقاو عديد المرات في الطرق داخل المنطقه البلديه. الناس تخدم تلحق الليل بالنهار لانجاز ولا يعني تهذيب الشبكه، جزء من الشبكه حتى ترجع الى وظيفته التي بعث لاجلها. كيفاش تتواصل لوناس؟ كيفاش يتواصل الديوان مع المواطنين؟ فما رقم اخضر، فما طرق رقم للاتصال بكم باش يكونوا شركاء هما زاده. صحيح. فما الرقم 1820 يمكن من خلال اتصال بالديوان الوطني للتطهير. كذلك القريب له دائره جهويه او مركز في جميع البلديات يمكن الاتصال بأقرب نقطة للتبليغ ولا للإبلاغ عن أي خلل أو أي إشكال. المطالب اللي توصلكم للربط بشبكة لوناس برشا شوية، قديش مدة الانتظار؟ توافقوا عليها بسهولة ولا لا يلزمها؟ موجودة المطالب ديما،
نوافق عليها لما لا، تقع عرضها في اطار لجنه جهويه متحصلة تراخيص كل موش رخصه البلديه رخصه البناء، وبالتالي بون تبقى هنا الاشكاليه اللي نوعا ما ممكن توجد هي في التدخل، صراع التدخل اللي ربطه بالشبكه العموميه التطهير اللي في بعض الاحيان تتطلب. قديش مده الانتظار تقريبا؟ نجم تتطلب اجال اضافيه. قديش تسعيره الربط؟ ما مسعر الربط بالميت الكوندويت قديش؟ عن الربط مسعر ب 400 دينار الربط بالصندوق. يعني صندوق الربط في كلفه معقوله ماهيش. قلت لك يقع عرضه على اللجنه الجهويه ثم يقع توجيه مقاوله على عين مكان لانجاز الاشغال. عاده يقع تجميع الجزء البعض من المطالب هذه لدعوه المقاوله. تمشي على كل بروشمون باش تقع دعوه مقاوله. واضح. في كلمه الختام سي عبد المجيد بالطيب الرئيس المدير العام لديوان التطهير، الاشكال الاول كان باش نحطه بالترتيب او العنوان وبالكبير يكون نقص الموارد للتمكن من القيام بدوركم كما يلزم. هذايا المطلب الاول يظهر اهم حاجه نقولوها اليوم. الموارد صحيح هي نقص فلوس معناها. عندما تتوفر تكون الخدمات احسن، هذاك لا شك في ذلك. معناها اليوم اذا توفرت الفلوس وتوفرت الامكانيات والاستثمارات اول حاجه نعملوها شنو؟ شبكات. هي شبكات هي اسداء خدمات المواطن. واضح. الخدمات للمواطن اليوم في عضو 197 واللي عندي 198 بلديه متبنات. واضح. شكرا لك سي عبد المجيد بالطيب رئيس مدير عام ديوان الديوان الوطني للتطهير على هذه المعطيات. ان شاء الله بالتوفيق والنجاح لكم وتحيه ل 3000 عامل. وما تتغشوش علينا وقت اللي نقولوا ملاحظات، ربما ان الكلمه ما تقلتش كيما معناها مش هذاك اللي قصدناه، بما انه دور الديوان كبير لكن نستنوا منه اكثر. وبيه يا كجيت في الصالح ما جبناك بحذانا كانش راك ما جيتش. ما تغششناش، طلبنا حق الرب. مرحبا بيك. مرحبا بيك توت بروفيسيوناليزم يعني. مرحبا بيك. نحن ديما شركاء نصوم لا لاجل المصلحه العامه لا شك في ذلك. ممكن من خلالك في ختام التدخل نتاعي نحب نتوجه لابناء ديوان بالشكر ونهنيهم السنه نحتفلوا بالخمسينيه بيانتو، مازال تقريبا جمعه من الاسبوع يعني على الخمسينيه نتاع الديوان، وان شاء الله من حسن الى احسن. كل عام وانتم حيين بخير. اكيد الخمسينيه مش تحضروا لها برمجه خاصه، نرجعوا لها نحن في لقاءاتنا القادمه. نسمعوا النغم قصير وبعد نمشيو مباشره لضياء الدين الكريفي، هو في الميدان، هو موجود اليوم في مجلس نواب الشعب بما انه اليوم الثلاثاء وانطلاقا من 9 نتاع الصباح فما جلسه للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض احكام المجله التجاريه. حبيبي بالبنت العام